نزال آخر كان عنوان أول ديربي احتياطي بين الوداد ورجاء في نسخة 111، تصدره الصراع الذي واجه فيه المهاجم محسن يجور المدافع إسماعيل بالمعلم طيلة دقائق المقابلة، وإلى غاية تغيير محسن يجور بزميله يوسف القديوي. المباراة ربما تكتيكية 100%، فكل فرق كانت محتاطة أنها تجري أهداف، فربما كتلاحظوا ما كيستعد الصعود ديال المدافعين، فهذا هو اللي ما خلاش ان هذه المباراه تكون فيها اهداف. الحمد لله بطريقه جيده، اديت الواجب كما ليا، يعني فهمتيني، قمت بالعمل ديالي، الا هو انه محسن ياجور الا حسبتوا لي، يعني من مسا كره طاول فاش كان في رقعه الميدان، بعد ماشي نقص من الامكانيات ديالو، لاعب كبير يعني داز في تجربه احترافيه، الحمد لله يعني اديت الواجب اللي عليا وخارج ضميري. نقاط عديدة ميزت هذا الصراع الثنائي، تنوعت بين تفوق محسن ياجور في بعض اللحظات، ثم القوة التي أبان عليها المدافع الرجوي في صد محاولات المهاجم الودادي. النقطة اللي اشتغلت عليها أنني باش نوقف محسن ياجور هو أنني ما نخليش يلمس الكرة، أن محسن ياجور في لي ديال أريان ولا في لي سباس ما تيطلبش الكرة، يعني حاولت أنني نشتغل نرغمو أنه ياخذ الكرة في هذه المناطق هذو باش ما يشكش عليه خطورة، والحمد لله نجحت. ما تلقيتش يعني ربما تمريرات اللي تخلاني نشكل خطر على الدفاع ديال فرق جديدة. حضور محسن ياجور في الجبهة الهجومية للوداد ثم اسماعيل بن معلم في دفاع رجاء البيضاوي، اشياء جعلت كل لاعب يختصر اداء اللاعب الاخر في المعطيات التاليه. فربما حتى الايقاع ديال المباريات، فربما شهر ونصف او شهرين، فمحسن ياجور ما لعبش مباريات كثيره، فان شاء الله مع مرور المباريات ان شاء الله يرجع محسن ياجور للمستوى ديالو ان شاء الله. يعني ما نقدرش نقول لك يعني بالنسبه لمحسن ياجور يعني شحال هذه ما كان مخدا لي كومبيتيسيون، ادى بالنسبه لي انايا ادى اللي عليه، غادر المقابله الحمد لله. ديربي بيضاوي رقم 111 حبس معه الأنفاس وانتهى بلا غالب ولا مغلوب في النتيجة، ثم في الحوار الثنائي الذي جمع محسن ياجور مهاجم الوداد بإسماعيل بن المعلم مدافع رجاء البيضاوي.